صباح الخير والبداية مع العناوين. نقل الأسير المضرب عن طعام مقداد القواسمة إلى عيادة سجن الرملة بعد تفعيل قرار اعتقاله الإداري، وحماس تصف القرار الإسرائيلي بالجريمة. مسلحو جبهة تحرير تيغراي يقتربون من العاصمة الأثيوبية، وواشنطن تدعو إلى وقف التقدم والحوار. السلطات التونسية تصدر مذكرة جلب دولية بحق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، والأخير يتهم السعيد بتوريط البلاد في أزمة غير مسبوقة. رأت حركة حماس في قرار سلطات الاحتلال تفعيل قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن طعام مقداد القواسمة، رأت فيه جريمة جديدة بحقه ويكشف وجه الاحتلال الإرهابي الذي لا يراعي مبادئ الإنسانية. الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القنوع شدد على أن الأمر يتطلب فضح انتهاكات الاحتلال وقراراته التعسفية بحق الأسرى، وقيام المؤسسات الحقوقية والإنسانية بواجبها إزاء ذلك. سلطات الاحتلال كانت نقلت الأسير المضرب عن طعام مقداد القواسمة من العناية المركزة في مستشفى كابلان إلى عيادة سجن الرملة وفق مراسلتنا. والدة الأسير المضرب عن طعام منذ 107 أيام طالبت في حديث إلى الميادين المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ حياة ولدها، مؤكدة عدم قدرتها على متابعة وضعه الصحي بسبب إعادة تفعيل الاحتلال إجراءات الاعتقال الإداري. أنا اللي كنت دائما أتواصل معهم إنهم يقوموا بدورهم ويقوموا بواجبهم. هي المبادرة ما كانت تأتي من طرفهم نهائيا. وهلا مقداد يعني وضع صحي، يعني المفروض إنه يعني نتجاوز مرحلة العتاب ونرجو إنه يتدخلوا فورا في إنقاذ حياة ابني، لأن حياة ابني على المحك تماما. يعني عمالهم بيختبروا قديش قدرة التحمل عنده، قديش بيقدروا يستغلوا هذا الضعف، قديش بيقدروا انهم يكونوا انتهازيين وينهشوا في ارادته. وان شاء الله يعني هو من مقداد ما بيثني شيء وما بيخليه شيء يتراجع عن اضرابه، لانه عماله كلف مطالبته بحريته ثمن غالي جدا. والمفروض انك مؤسسات ومجتمع دولي يتحمل ويقوم بدوره المطلوب منه ويتدخل بانقاذ حياه ابن اللي وصف موضوع انساني بحت. محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة قال في نشرة سابقة للميادين إنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بخصوص إعادة الاحتلال تفعيل الاعتقال الإداري للأسير كايد الفسفوس. هناك خشية حقيقية على حياته وعلى حياة جميع الأسرى المضربين عن الطعام، كانوا كما ذكرت أوضاعهم الصحية تتفاقم يوما بعد يوم فيما يتعلق بالأسير كايد الفسفوس. وبعد أن تقدمنا بالتماس للمحكمة العليا في هذا اليوم تم تجميد قرار الاعتقال الإداري بحقه. أود أن أشير أن قرار التجميد هو لا يعني إلغاء الاعتقال الإداري، وإنما هو بالحقيقة هو إخلاء لمسؤولية إدارة سجون الاحتلال فيما يتعلق بوضعه في مستشفى برزيلاي، وبالتالي هو يحول الأسير غير رسمي في المستشفى يبقى تحت حراسة أمن المستشفى بدلا من حراسة السجنين. السجنين يغادروا غرفة التي يتواجد بها الأسير الفسفوس. حد الموت وصلوا، لكن إسرائيل تصر على إبقائهم رهن القيد والاعتقال. ورغم تحذيرات الأطباء بشأن وضع الأسير مقداد القواسمة، إلا أن قوات الاحتلال أبلغت محاميه نيتهم تفعيل الاعتقال الإداري له بعد 106 أيام من الإضراب، وهي سابقة في تاريخ الاحتلال أثارت مخاوف وقلق عائلته. إدارة المستشفى تحكي أنه هو الوضع الصحي هو الأخطر منذ يعني بدأت ثورة الإضراب عن الطعام في السجون. وضع مقداد الصحي هو الأخطر بالنسبة لكل الأسر الأضربوا عن الطعام سابقا وحاليا، ولكن للأسف ما في عنا أي يعني تشخيص طبي واضح وحقيقي لوضعه الصحي. يعني هذا جزء من الحقوق اللي إحنا بنطالب فيها، إحنا نعرف إيش وضع الصحي الحقيقي. الحال نفسه يواجهه الأسير كايد الفسفوس الذي جمدت إسرائيل مجددا اعتقاله الإداري، ما يعني فعليا أن تدهورا طرأ على وضعه الصحي، فيما يواصل 4 أسرى آخرين الإضراب عن الطعام ضد الاعتقال الإداري وسط ترجيحات بعدم نية إسرائيل الاستجابة إلى مطالبهم. هذا يضعنا أمام تحدي كبير، نحن ندرك أن الأسرى لن يتراجعوا حتى لو بثمن الشهادة، والشباك يبدو أنه سيستغل حتى آخر لحظة هذه الفرصة، وهذا يجعلنا أمام فعلا يعني مفترق طرق
ليس فقط على مصير هؤلاء الأسرى بل على كل فكرة الإضراب ويعني نضال الأسرى من خلال الإضراب لتحرير أنفسهم. القوى والفعاليات الوطنية تداعت في عدد من مدن الضفة إلى تظاهرات ووقفات إسنادية للأسرى مطالبين بتحرك دولي لإنقاذ حياتهم. من الواضح أن إسرائيل تريد أن يستشهد عدد من الأسرى، هذه هجمة خطيرة جدا إجرامية هدفها كسر إرادة الأسرى وتصميمهم على نيل حريتهم وفرض الاعتقال الإداري بشكل دائم. المتظاهرون وضعوا أيضا برنامجا لإسناد الأسرى خلال الأيام المقبلة. إصرار إسرائيل على التجاهل قضية الأسرى المضربين يعكس نيتها للتنكيل وفرض مزيد من العقوبات على الأسرى كافة بعد محاولة تحرر 6 أسرى من سجونها في أيلول الماضي. نسر سلمي، رام الله، الميادين. سيطر مقاتلو الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بالتعاون مع جيش تحرير أورومو على مدينة كاميسي الإثيوبية التي تبعد 200 كيلومتر تقريبا عن العاصمة أديس أبابا. المتحدث باسم مكتب تيغراي للشؤون الخارجية قالت إن القوة المشتركة بين الجبهتين سيطرت على مدينة كاميسي في منطقة أوروميا الخاصة والتابعة لمنطقة أمهر الأوسع، مؤكدة أن القوة المشتركة تواصل التقدم معا. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس دعا الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وجيش تحرير أورومو إلى وقف تقدمهما نحو أديس أبابا، كما دعا برايس جميع الأطراف إلى الدخول في حوار بشأن وقف الأعمال العدائية. ندعو الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وندعو جيش تحرير أورومو إلى وقف تقدمهم نحو أديس أبابا، وندعو جميع الأطراف إلى الدخول في حوار بشأن وقف الأعمال العدائية. ندعوهم إلى الدخول في مفاوضات من دون شروط مسبقة من أجل وقف إطلاق نار مستدام، وندعو مرة أخرى القوات الإرترية إلى الانسحاب الفوري والدائم من إثيوبيا، كما نطالب مرة أخرى بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. في السودان دعا التجمع المهنيين السودانيين في بيان له إلى العودة مجددا إلى العصيان المدني يومي الأحد والاثنين المقبلين. البيان أوضح أن العودة إلى العصيان المدني تأتي بعدما تم تجميده بتوصيات عدد من الأجسام المهنية نظرا إلى الاعتبارات الاقتصادية المعلومة. ولفت البيان إلى أن المشاركة الواسعة في تنفيذ العصيان تعني حماية المنخرطين من أي محاولات عقابية أو إجراءات متعسفة. وشدد البيان على أن وحدة العاملات والعاملين ضرورية لحماية الثورة وهزيمة أوهام الانقلابيين وفق تعبيره. أكد مكتب قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان اتفاق الأخير مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على الإسراع في تأليف الحكومة السودانية. ولفت المكتب في بيان إلى أن البرهان وبلينكن أكدا في اتصال هاتفي ضرورة الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي وإكمال هياكل الحكومة الانتقالية. من جهتها قالت الخارجية الأمريكية أن بلينكن حث البرهان على الإفراج الفوري عن جميع السياسيين المعتقلين والعودة إلى الحوار الذي يعيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه والحكم بقيادة المدنيين. نقلت وكالة رويترز عما وصفتهم بالمصادر الرسمية السودانية أنه سيتم الإعلان عن إنشاء مجلس سيادة جديد مؤلف من 14 عضوا قريبا. وكان المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرتس قد أعلن في وقت سابق التوصل إلى خطوط عريضة لاتفاق مبدئي خلال المحادثات بين الجيش ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ويشمل الاتفاق عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وإطلاق سراح المعتقلين وتأليف حكومة تكنوقراط وإدخال تعديلات على الدستور ورفع حالة الطوارئ. وبالتوازي أعلن التلفزيون الرسمي السوداني أن البرهان أمر بإطلاق سراح 4 وزراء مدنيين من حكومة حمدوك. وغير بعيد عن إثيوبيا والسودان، استنكرت مصر مواقف إثيوبيا وعدم مشاركتها أي بيانات عن مدى أمان سد النهضة مع دولتي المصب. تقرير خالد أبو عرب. عيوب فنية قد تؤدي إلى انهيار سد النهضة الإثيوبي يحذر منها خبراء السدود في مصر بعد دراسات حديثة تطرح علامات استفهام حول أمان السد.
تحذيرات تتزامن مع تصريحات وزير الرأي المصري محمد عبد العاطي بأن غياب التنسيق من قبل إثيوبيا وعدم وجود اتفاق قانوني ملزم وإدارتها للسد بشكل منفرد يلحق أضرارا كبيرة بدولتي المصب. في حالة حدوث أي أمور كارثية لا سمح الله، فإن الإجراءات الفنية التي ستنفذها الحكومة المصرية ووزارة الري تضمن تأمين تدفق مياه بحجم بحيرة ناصر. الأمر الآخر في حالة شح المياه، هناك أيضا مشروعات مصرية، لأن قانون الموارد المائية يتضمن تأمين 55 ألف مشروع حيوي في المياه كالكباري والقناطر وغيرها، و48 ألف كيلو متر من الترع والمصاري. وعلى صعيد استئناف المفاوضات بشأن السد الإثيوبي، هناك مخاوف أثيرت من أن تلقي التوترات السياسية في السودان بظلال ثقيلة على ملف سد النهضة، ولا سيما بعد تعليق الاتحاد الأفريقي عضويتها، في وقت يرى فيه مراقبون أن إثيوبيا تستغل الوضع الحالي في السودان لتأخير المفاوضات حتى تتمكن من حل مشاكلها الداخلية. السودان محظور عليها المشاركة في أي مفاوضات إفريقية، لأنه ده معناها أن أنت بيدخل في تفاعلات مع الاتحاد، لأن الاتحاد هو الطرف الأساسي في إدارة المفاوضات تلقى لقرار مجلس الأمن، وهي المعنية، وهو الاتحاد هو المنظمة المعنية بالإشراف على هذه الانتخابات، على هذه المفاوضات. طبعا ده هيضر مصر بالتأكيد، لأن مصر تصبح في مواجهة إثيوبيا فقط. إلا أن مراقبين يرون أن رئاسة القاهرة الشهرية لمجلس السلم والأمن الأفريقي اعتبارا من الأول من تشرين الثاني نوفمبر الجاري ستسمح ببذل المزيد من الجهود الدبلوماسية داخل الاتحاد الأفريقي لمنع أي قرارات صادرة بشأن السودان من المساس بقضية سد النهضة. تحذيرات مصرية متتالية من دراسات حديثة حول أمان سد النهضة في ظل إجراءات إثيوبية أحادية وموقف مصري ثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء السد وتشغيله تحت مظلة الاتحاد الأفريقي. خالد أبو عرب، القاهرة، الميادين. هذه النشرة مستمرة لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أصدرت السلطات التونسية مذكرة جلب دولية بحق الرئيس السابق المنصف المرزوقي وفق ما أعلن مكتب الاتصال في المحكمة الابتدائية في تونس. وكان المرزوقي قد عبر في تصريح تلفزيوني الشهر الماضي على قناة فرانس 24 عن فخره بقرار تأجيل عقد القمة الفرنكوفونية في البلاد. ليعقب ذلك طلب الرئيس قيس سعيد من وزيرة العدل فتح تحقيق قضائي بحق من يتآمرون على تونس في الخارج. المرزوقي شن هجوما لاذعا على الرئيس التونسي من دون أن يسميه، واصفا إياه بالديكتاتور والحانث بقسمه والمنقلب على الدستور. وعبر منشور على صفحته في موقع فيسبوك اتهم المرزوقي سعيد بتوريط تونس في أزمة غير مسبوقة وبجعلها مرتعا لبلدان ما وصفه بمحور الشر. وتوقع أن يكون مصير الرئيس التونسي السجن أو مستشفى الأمراض العقلية على حد تعبيره. من جانب آخر، رأى الرئيس التونسي قيس سعيد أن بلاده دخلت مرحلة جديدة من تاريخها تتطلب استنباط تصورات وأدوات عمل جديدة لإدارة الشأن العام. هناك إرادة مشتركة وتنسيق كامل بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وسائر المؤسسات الأخرى، مؤسسات الدولة مستمرة والدولة التونسية مستمرة، ولا في ظل هذه التدابير الاستثنائية التي نحاول اختصارها، يعني وسيتم النظر إن شاء الله في مجلس قادم في النص كيف سيتم الحوار الذي تم اقتراحه وتم تكليف السيد الوزير المكلف بالاتصال بإعداد مشروع نوع من الاستفتاء الإلكتروني. بعد ذلك بطبيعة الحال سيأتي من يقوم بالتأليف بين مختلف المقترحات.
وافقت الخارجية الأمريكية على صفقة أسلحة صاروخية للسعودية بقيمة 650 مليون دولار تتضمن 280 صاروخ جو جو متوسط المدى و596 منصة إطلاق صواريخ. البنتاغون رأى أن الصفقة ستعزز القدرة الدفاعية للسعودية في مواجهة ما وصفته بالتهديدات الراهنة والمستقبلية. عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أكد أن صفقة الأسلحة الأمريكية الجديدة للسعودية تمثل تناقضا فاضحا بين التزام الرئيس جو بايدن بالسلام في اليمن ودعم العدوان. وفي تغريدة عبر تويتر أشار الحوثي إلى أن الصفقة دليل على أنه لا جدية ولا مصداقية لدى بايدن وإدارته في إيقاف العدوان على اليمن. أعلن قائد حرس الثورة الإسلامية لواء حسين سلامي أن طهران استعدت لكل الاحتمالات عقب إحباط القرصنة الأمريكية للناقلة التي تحمل نفطا إيرانيا في بحر عمان. وخلال إحياء مراسم اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي دعا سلامي دول الجوار إلى عدم الاتكال على من لا يستطيع تأمين الأمن والسلام لنفسه. تقرير مالك عابدة. عشرات الآلاف من كل مكان جاءت لتحيي ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية في طهران الذي جرى إبان انتصار الثورة منذ 42 عاما. لا صوت هنا يعلو فوق شعار الموت لأمريكا وإسرائيل، يتخللها شكر وتقدير لحرس الثورة على إلحاقه الهزيمة بالجيش الأمريكي في بحر عمان بحسب تعبيرهم. لا نسعى إلى الحرب لكننا مصممون على الدفاع عن مصالحنا. ما نشر من أخبار هو مثال صادق على أن أبناء هذا الوطن سيقفون بصلابة وشجاعة أمام من يتعرض لمصالح بلدهم. الأمريكيون يحمون الإرهابيين في بعض الأماكن ويحمون سارقي النفط في أماكن أخرى. وسط إجراءات صحية مشددة تحرص طهران على إحياء هذه المناسبة، فهي تعتبر انعطافا مهما في الثورة، كشف الوجه الآخر لحقيقة عمل البعثات الدبلوماسية الأمريكية في العالم. أمريكا حاليا في مسير السقوط والنزول، وكل يوم يزداد سقوطها أكثر، وهذا دليل تحقق شعارنا الذي يقول الموت لأمريكا. جئنا لنقول لأمريكا إننا سنكمل طريق الشهداء وسنقف في وجه الأعداء والطامعين ببلدنا، وإسرائيل وغيرها عاجزة تماما عن مواجهتنا. يؤكد الحاضرون أن لدى بلادهم أوراق قوة رابحة على المستوى الشعبي والعسكري، وما على الحكومة الجديدة إلا استغلالها بالنحو الأفضل إجبار العدو على رفع العقوبات. عين على المفاوضات ويد على الزناد، ولا تغيير في السياسات العامة برغم الضغوط، هكذا يؤكد المسؤولون الإيرانيون من أمام السفارة الأمريكية سابقا بعد مضي نحو 42 عاما على انتصار الثورة في إيران. ملك عابد، طهران، الميادين. إلى الملف اللبناني، حيث قال وزير الإعلام جورج قرداحي للميادين أن موقفه لم يتغير بشأن عدم الاستقالة بانتظار أن يطلع من رئيس الحكومة ناجي ميقاتي على نتائج لقاءاته مع المسؤولين العرب والأجانب. المزيد حول هذا الموضوع مع عباس صباغ. أكرر دعوة وزير الإعلام إلى تحكيم ضميره وتغليب المصلحة الوطنية. رفضنا التدخل في التحقيق في ملف انفجار المرفأ مع التجديد على تصويب الشطط الذي وقع فيه المحقق العدلي. هي أبرز المواقف التي أطلقها رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بعد مشاورات مع مسؤولين عرب وأجانب لإيجاد مخرج للأزمة بعد التصعيد السعودي ضد لبنان. بدعوتي وزير الإعلام إلى تحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه وتغليب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية، ويبقى رهاني على حسه الوطني لتقدير الظرف ومصلحة اللبنانيين مقيمين ومنتشرين، وعدم التسبب بضرب الحكومة وتشتيتها. أما قرداحي فأكد للميادين أن موقفه لم يتغير وليس في وارد الاستقالة، متسائلا عن الجدوى منها، وأنه ينتظر رئيس الحكومة للاستضاح ما إذا كانت الاستقالة تقابلها ضمانات بأن مثل هذه الخطوة ستلاقى بإيجابية خليجية، لأن أي استقالة لا تبدل بالموقف الخليجي من لبنان تبقى من دون جدوى. ميقاتي التقى رئيسي الجمهورية والبرلمان ميشيل عون ونبيه بري لإيجاد حل للأزمة،
وبحسب أوساط متابعة فإن البحث في خارطة طريق للحل تبدأ من معادلة الحفاظ على السيادة الوطنية وفي الوقت عينه التمسك بمصالح لبنان العليا. وفي ظل الابتزاز السعودي فإن بيروت باتت أمام خيار ترجيح إحدى كفتي المعادلة، مع الإشارة إلى أن الرياض تلوح بتصعيد الحصار على لبنان. إن الكتلة إذ ترفض وتدين الإملاءات الخارجية حول خطوات عمل الحكومة إزاء هذه المسألة أو غيرها، وترى في ذلك اتجاها لطعن الكرامة الوطنية من جهة، أو لتهديد استقرار البلاد والإطاحة بالانتخابات النيابية من جهة أخرى، فضلا عن كونها لن تعالج الأزمة المفتعلة بل ربما تزيد من تفاقمها. أيام صعبة يعيشها لبنان بسبب اشتداد الحصار الخارجي، ولا سيما أنه بات أكثر وضوحا وصراحة، ولم تعد الأطراف التي تحاصر البلاد تخفي هويتها. رفع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سقف المواجهة السياسية ربطا بالتصعيد السعودي ضد لبنان، فكرر مطالبة الوزير جورج قرداحي بتغليب ما سماه المصلحة الوطنية على المواقف الشعبوية، بيد أن شركاء ميقاتي في الحكومة لا يجارونه الرأي لأن أزمة السعودية ليست مع بيروت وإنما هي خارج حدود لبنان. عباس صباغ، بيروت، الميادين. وإلى التذكير بأبرز العناوين: نقل الأسير المضرب عن الطعام مقداد القواسمة إلى عيادة سجن الرملة بعد تفعيل قرار اعتقاله الإداري، وحماس تصف القرار الإسرائيلي بالجريمة. مسلحو جبهة تحرير تيغراي يقتربون من العاصمة الإثيوبية، وواشنطن تدعو إلى وقف التقدم والحوار. السلطات التونسية تصدر مذكرة جلب دولية بحق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، والأخير يتهم الصعيد بتوريط البلاد في أزمة غير مسبوقة. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.